النهارده يا جماعه احنا عاملين بسيسه، بس احنا هنتخانق مع بعض النهارده. البسيسه كل الناس بتعملها بالبرتقال، انا مش عارفه ليه، بس هو يعني دي حاجه حلوه، انا ما قلتش حاجه غلط ولا حاجه وحشه، بس انا شخصيا بحب اعملها بالطريقه الاصليه بتاعه جدودنا وبتاعه الفلاحين بتوعنا الحلوين، فبعملها بالطريقه الاصليه. حضرتك حابه تعمليها بالبرتقال، فيكي انك انت كوبايه اللبن دي تبقى نصها لبن ونصها برتقال او كلها برتقال، او تبشري قشر برتقال يعني عليها مع نفس المكونات دي، برده هتديكي نفس الايفكت. خلاص يلا بقى نبتدي على طول، بس انا حبيت اقول لكم احنا ممكن نختلف على ايه. انت زي ما بتعمليهاش بالبرتقال، لا يا جماعه هي اصلها دي التجويب بالبرتقال، زي ما قلت لك تستبدلي اللبن بالبرتقال. احنا دلوقتي هنجيب ايه بقى؟ عايز اقول بقى على حاجه هي اسهل من السهوله، هي لا بتحتاج خلاط ولا عجان ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجه خالص. طب يا نهله يعني ايه الامكانيات اللي المفروض تبقى متوفره؟ ولا اي امكانيات، حتى المضرب السلك ده مش شرط خالص. شوفي بقى لدرجه ايه، بالشوكه بالمعلقه، انا حتى ساعات كنت بسميها كيكه الشوكه، فاهمه ازاي؟ فدلوقتي احنا بقى ايه، احنا مش هنحتاج لفظ النهارده خالص، احنا ايدينا مش هتتحط خالص، والمهم نبتدي بقى بالمقادير على طول. ممكن ان انت حضرتك تبداي بالمكونات الجافه، وممكن تبداي بالبيض والسكر تضربيهم كويس جدا مع الفانيليا، وبعدين تحطي بقيه الحاجات. يلا بينا نقول المقادير. بصوا بقى يا جماعه، علشان تعملي صينيه مقاس يا ستي ممكن 24 ممكن 26 ممكن 32، لو انت حباها مرتفعه اعمليها 24، حباها ارتفاعها اقل، كل ما تحبي ارتفاعها اقل كبري الصينيه عشان الارتفاع بيعتمد على حجم الصينيه. طيب يلا نقول المقادير مع بعض. كوبايتين دقيق اصفر، كوبايه واحده دقيق ابيض، والملحوظه اللي عايزه اقولها هنا ممكن تعملي 3 كوبايات كلهم دقيق اصفر بس هتبقى ناشفه شويه. كوبايه ونص من السكر، كيس بيكنج باودر، كوباية لبن، كوباية زيت فانيليا، وأربع بيضات. بالنسبة للسكر الكوباية ونص مظبوطة، الكوباية وربع دلع سنة، وبرضو في ناس بتحبها دلع سنة، فأنا برضو حبيت أظبط معاكي الدنيا وأقولك إيه الموضوع.